وخلال مداخلة مرئية عبر سكايب في نشرة سابقة، أشار الدكتور طارق المعداوي استشاري الطب النفسي إلى أهم النصائح لمرضى اضطرابات النوم خلال شهر رمضان المبارك. إحنا لابد يكون عندنا حرص في رمضان على أولاً تقليل من المنبهات بكثرة في الليل، ثانياً تسوية روتين معين، يعني يبقى شوية تمارين استرخاء قبل النوم، بعض القراءات الهادئة قبل النوم، البعد عن المؤثرات الزيادة عن اللزوم، يعني الأجهزة الإلكترونية، المسلسلات الزيادة، الأشياء اللي هي بتثير النشاط نحاول نتجنبها بقدر الإمكان. أهم شيء تنظيم وقت الاستيقاظ،